كليم مسؤول. كليم مسؤول اليوم موضوعنا يهم صناعة الأدوية في تونس، ونحكيه على اعتماد التكنولوجيا الذكية 4.0 في صناعة الأدوية. ومعنا رئيس مدير عام القطب التكنولوجي بسيدي ثابت وجدي سويلم. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي وجدي. صباح النور سيدة لبنى، نهارك سعيد. مشكور جدا، مشكور جدا على تدخل معنا سي وجدي. إذن خلينا نقول حاجة مهمة، حاجة مفرحة اليوم كي نحكيه على اعتماد التكنولوجيا الذكية في صناعة الأدوية، باش نبسطوها أكثر، باش نفهموها للناس اللي تسمع فينا اليوم. كي تسمع تكنولوجيا ذكية باش يتم تطبيقها في صناعة الأدوية، تقولك على أي مستوى؟ على المستويات الكل متاع صناعة الأدوية اليوم، على مستوى تاريخ صنع، ترويج، تخزين، كل الحاجات اللي نعرفوها تهم النظام اللي يهم صناعة الأدوية اليوم، هل أنه باش تشملها التكنولوجيا الذكية وبأي طريقة سي وجدي؟ شكرا جزيلا على التقديم. قبل كل شيء أنا رئيس مدير عام نتاع القطب التكنولوجي سيدي ثابت، وفرصة باش نقوله للمستمعين اللي القطب التكنولوجي بسيدي ثابت هو متخصص في مجال التكنولوجيا المطبقة في الميدان الصحي الصحة وميدان الصناعات الدوائية وعلوم الحياة وعلوم الحياة. دونك سي دي بيو تكنولوجي ابليكي على سونتي اي على اندستري فارماسيوتيك، معناها في صلب الصناعات الدوائية. وموجود في سيدي ثابت، وهذا الاختصاص نتاعه، وذاك علاش التوجه في نطاق البرنامج الاستراتيجي نتاع الدولة ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم في الصناعات الذكية هي 4.0 4.0 في المجالات الكلها، خاطر توجه الدولة والحكومة التونسية ابتداء من 2018، ونحن باش نكونوا معناها نقوموا باللازم في مجال الصناعات الدوائية. هو مدام لبنى المفهوم هذا راهو انبثق رسميا 2011 في معرض في هانوفر في ألمانيا، وبدا يتطبق في العالم. وتونس اللي خذات الميدان هذا في الاستراتيجيه نتاعها 2018، كي ناخذوا نحن الصناعات نتاع السيارات ولا الطائرات يتطبق من قبل. انت تعرف اللي في الطائرات الناس كي تركب ما فماش اخطاء في الكونستركسيون، في الصناعه فما جوده، فما معناها زيرو ايرور. فبالتالي في الصناعات الدوائيه كيف كيف، الناس من حقها وقت اللي مش ياخذ دواء، وقت اللي مش يكون في تطاوين ولا في باجة ولا في فرنسا ولا في ألمانيا، باش تكون عنده نفس المواصفات. باش هذا بالجودة هذه الصناعات الذكية والرقمنة اللي تربط بين الإنسان المصنع الآلة والمواد الدواء كمادة أولية ولا كمادة نهائية كي بعد باش يقع تواجده في السوق، باش تكون المواصفات هي بيدا، معناها التدخل الحيني بفضل المعلوماتية والذكاء الاصطناعي والنظام اللي قلته انت الكلمة، هو نظام كامل متواصل يخلي الدواء ذاك يكون عنده مواصفات لا شك ولا نقاش فيها، وخاصة اللي السكتور نتاع الصناعات الدوائية واللي هي مفخرة لنا في تونس، معناها واللي فيهم شكون يصدر ومقاييس أوروبية، هو سكتور معناها منظم ومهيكل ويطبق القوانين المعتمدة في تونس والقوانين حتى الأوروبية والعالمية، نظرا لبعض المصنعين يتوجهوا لإفريقيا ويتوجهوا ساعات حتى للمارشي أوروبيا. فبالتالي هي نحن لا مجال معناها من الهروب منه، المجال هذا يلزم ننخرطوا فيه تدريجيا. وفما شكون بدا فيها، فما دي ملتي ناسيونال اللي بداوا فيها هنا، وفما شكون تواس مصنعين اللي متقدمين في الميدان هذا. هو ميدان في الاصل قديم شويه، لكن المنظومه كلها هذا الربط كما قلت انت والنظام وطريقه العمل باش تكون مربوطه ببعضها الكل بين الانسان والاله والمواد هذه الاوليه والدويات، تخلي اللي تكون عندنا منظومه كامله وعندنا قيمه مضافه وسلسلة القيمة تكون محترمة، مع تصحيح كما قلنا الأخطاء بصفة حينية وآنية، مش مثلا لا قدر يخرج الدواء بعد ما يخرج فما غلطة ولا فما إشكالية. والتالي في أي إشكال فما بلدان خرجت لإفريقيا من آسيا ما نسميش الاسم، ووقعوا لا قدر الله فما دي مورتاليتي عند ولاد صغار. نحن الحمد لله الدواء نتاعنا ما فيهش إشكاليات بالكل، وبالمنظومة هذه
مش يقع تدريجيا ادخالها وتعميمها والقطب التكنولوجي بسيادته وقع اعتماد سامحني كان طولت عليك مركز متخصص للصناعات الدوائيه بيوتيك 4.0 اللي باش يبدا العمل نتاعه باش يبدا العمل في التحسيس للشركات وللزاكتور وللبارتنير نتاعنا في اطار عمليه تحسيس وجدي وبعد نحاولوا لامبليمونتاسيون بصفه تدريجيه كما قلت لك خاطر هو برنامج ممول من التعاون الالماني الانمائي الالماني وكذلك ممول من الاتحاد الاوروبي بدعم تبقى لاستراتيجية الدولة التونسية وخاصة الاستراتيجية تاع 2035 في أفق 2035 لوزارة الصناعة. سي وجدي مدام لبنى تفضل. سي وجدي أنت كنت تذكرين على أهمية معناتها مثل التكنولوجيات هذه في الـ في الـ في الأثناء يلزم زادة تكوين للإطارات اللي باش تعتمد مثل التكنولوجيات هذه في مجموعة من الشركات هذه بدا نوعا ما المستوى التكويني للإطارات باش أنها تعتمد في المركز نتاعنا بداوا زملائنا والتقنيين وحتى مهندسين اللي يوقع معناها موجودين في فريق العمل وعملوا دي فورماسيون مع جي زيد تاع مركز التعاون الالماني الالماني مش يمشيوا شركات اوروبيه كبيره لبرا وفما دي كومبيتونس قاعدين يتكونوا وفريق عمل نتاعنا العفو متواجد وتدريجيا باش يقع الاتصال بالشركات الأدوية اللي كذلك الاتصال بهم وتكوين الأشخاص اللي يعملوا في الميدان هذا ينعم مدام لبنى. إذن مجموعة من الشركات بدأت نوعا ما العمل باعتماد التقنية فما شكون بدأ بها شوية لكن بصفة رسمية مازلنا ما بديناش معناها مش نبداو وبدينا عملنا مؤتمر بتاعنا ولا لونسمون كيكوف ميتين 17 فيفري وتواصلنا مع الشركات ومع المدخلين في هذا المجال خاطر نحن بصفة اختصاص القطب نتاعنا وعلاقتنا نحن متواصلين مع شركائنا في الميدان هذا بصفة عامة في ميدان الأدوية فبالتالي عندنا خطة عمل ومش نقعوا وقاعد يقع الاتصال باش وضع الخطط هذيك والإشراف على إدخال الصناعات هذه الذكية اللي هي راهي ما فيها حتى مفر الصعب وثاني حاجه راهو فما اللي يستعملها هي الهيكله نتاعها وكمفهوم جديد وكباراديغم باش تقع المنظومه تكون متكامله. وحاجه اخرى سي وجدي زاده مهمه جدا اللي هي الارتقاء بصناعه الادويه الى المواصفات العالميه يخلق زاده تنافسيه عاليه عند الشركات. مما لا شك فيه سيدة لبنى وخاصة تو نحكيو حتى في تونس عندنا شركات تعمل سيرياليزاسيون معناها الدواء ما عاد شكله هو يكون كامل بكله تنجم تكون علبة ولا كذا معناها تبدا عنده كود وعنده من وقتاش تعمل تصنع للاخر وعنده نيميرو سيري كما قلت لك انا كما في السيارات ولا في الطائرات ولا في الميكاترونيك فبالتالي فما بالك في الدواء مش تكون امور مضبوطه وخاصه نحن ان شاء الله ما نتمناوه لبلادنا والقطب التكنولوجي عنده دور كبير على المستوى الوطني هو دفع بصناعات اللقاحات وما يسمى البيوميديكامون والادويه البيولوجيه. فهذوكم ما فماش فيهم حتى خطا ولا حتى مش كيما الادويه الكيميائيه باش يكونوا كل دواء عنده مواصفات فما زيد فيها مهمه وجانب انساني بعد خاطر انت مش توفر الكاليتي ومش تخلي تقدمك الدواء هذيك بالمواصفات الناس الكل على قدم وساق وتقضي على الكونترفاسون. الحمد لله ما عندناش كونترفاسون في لي برودوي ما هذا مش يزيد يقضي على الكونترفاسون على مستوى معناها في مجال الادويه فبالتالي فما طاقه تنافسيه فما دعم سلسله القيمه والتصدير الحث كذلك على التصدير خاطر باش تصدر يلزمك تدخل في المنظومه هذه نعرفوا اللي المانيا مثلا اوروبا خاصه المانيا اللي هي متطوره برشا في هذا المجال فبالتالي وتعطي زيد التنظيم في العمل
تعطي الديسيبلين، تعطي اكثر نجاعه، اكثر على استغلال الماء، استغلال الطاقه، تلوث المصانع الادويه باش ما يكونوش ملوثين ويكونوا اصدقاء للبيئه ويحترموا البيئه بصفه عامه. دونك هذه الكل تدخل وتوفر موارد، معناها ما تخليش اكل جاسبياج وتخلي اكل الانترفونسيون الحينيه الانيه في المجال الكل، في السلسله هذه، سلسله القيمه. واضح. سي وجدي قلت لنا قريبا، حسب التقريب قريبا كيفاش نجموا نترجموها بلغه التواريخ، معناها قريبا وقتاش نجم؟ نحن قريب نغزر، هما هاو نعطيك انا. يعطيك الصحه، انتم ديما تمشيوا للاشياء المهمه والاضافه. مثلا فما شركات في مدينه الساحل وسوسه دخلت في المنظومه هذه حتى مع سنتر اخر غير مختص في الادويه، ونحن نشجعوا على خاطر فما 3 ولا 4 سنتر اللي قاعدين نخدموا مع بعضنا في وسابقينا، فبالتالي فما كومبليمونتاريتي وسينرجي. فما شكون داخل في المنظومه، فما شكون يصدر من برا وموجود فيها المنظومه. دونك بدات الخدمه على مستوى تونس بصفه عامه، على مستوى لي ريجيون، ونحن بصفتنا مختصين باش نبداو في ديجا. قلت لك عندنا مهندسين اللي موجودين معنا، خاطر هي فيها مهندسين، هي فيها دكاتره في البيولوجيا، في الذكاء الاصطناعي، في برشا حاجات، في التنظيم، في لي بروسيس. فبالتالي معناها نحن بدينا في لي باز دوني، وبدينا في العلاقات، وبدينا في التحسيس في هذا المجال. بطبيعه الحال السنتر يمكن في ظرف 6 شهور نقولوا يقع انخراط كلي، على خاطر هي كما قلت لك تدريجيا، فما التحسيس والبري دياغنوستيك. واضح. وبعد الدياغنوستيك وبعد الامبليمونتاسيون، معناها ما تنجمش انت تمشي تحط هذه منظومه كامله وباراديغم مفهوم جديد، تو فا با لامبوزي دو جور لوندومان، معناها في المؤسسات. باش تمشي بطريقه تدريجيه وطريقه تفاعليه. والادابتاسيون للي كونديسيون نتاعنا، خاطر ما نجموش نرهقوا المؤسسات نتاع كله بفهم باش تجيب ديب كابتور باش تتبع الحراره، ولا تجيب دي حاجات ذكيه اللي باش تتبع الفابريكاسيون، باش تربط الالات، تبع الات قديمه تنجم تصلح ما تصلحش. دونك ما يلزمنا ما نرهقوش زيد الصناعات نتاعنا والمعامل نتاعنا في الوقت هذا الحساس، لكن يدخلوا بصفه تفاعليه مع كل الشركاء، مع الدعم كذلك لدولتنا اللي تحث على الشيء هذايا. فبالتالي هذا اللي حبيت نقوله لك مدام لبنى، مش حكايه نهار ونهارين وشهر وشهرين، هو سيت هو الاهم من هذا الكل، هو الاهم من هذا الكل انه عندنا مده 6 شهور نجم تكون كما فسرت لنا معقوله، والاهم من هذا الكل انه يتم تطبيقها حقيقه مثل التكنولوجيات هذه الذكيه في صناعه الادويه. الانخراط نحكيو على الثوره الصناعيه رابعه، منخرط راهو سابق. نحن باش فما شركات اللي باش ناخذوا من التجارب نتاعها محليا ونعديوها للشركات الاخرى. هو راهو الصناعات الصيدلانيه يتعاملوا حتى بعضهم في الميدان هذايا، وفما غرف تخدم مهنيه وغيره. وهذاك دورنا كقطب نحن تكنولوجيا، ان نسهلوا العلاقات بين المؤسسات، بين المصنعين، بين المتداخلين الكل. هو هذاك دور القطب التكنولوجي نتاع سيدي ثابت. واضح. في مجال الصناعات الدوائيه. فبحول الله اغزر، هو قطاع راهو مهيكل ومن القطاعات الحساسه، وما شاء الله معناها الكوادر والخبرات. هذاك علاش في المجال نتاعنا نحن متفائلين، وبالعكس نحن فما مصانع اللي باش نتعلموا منهم في المركز نتاعنا، خاطر نشوفوهم ونشوفوا التفوق نتاعهم ومدى معناها انخراطهم في المفهوم هذا، في المفهوم والمجال هذا، في المنظومه الجديده. مشكور جدا سي وجدي سويلم، رئيس مدير عام القطب التكنولوجي بسيدي ثابت، مشكور جدا على التدخل معنا واعطانا تفاصيل اعتماد التكنولوجيا الذكيه 4.0 في صناعه الادويه. يقول لنا من هنا لست شهور فما انخراط، خلينا نقولوا شبه تام، للمؤسسات الصناعيه الصيدلانيه في هالمفهوم هذايا اللي يرتقي بصناعه الادويه الى مواصفات عالمية ويقدم زادة قدرة تنافسية عالية. هذا اللي نأملوه. مشكور جدا مرة أخرى.